قناة المربد العزيزة اللي دائما تنقل الصورة الإيجابية. اليوم احنا على الشارع العام مال القبلة، فاجأنا الدوريات المرور ضباط ورتب جميع الرتب. احنا انا اشتغل بالسنتر يعني واصحاب عوائل والسناتر. احنا القرار اللي نزل ونطق البيان استثناء اصحاب السناتر والمواد الغذائية الصيدليات والمخابز، القرار اللي صدر من الدولة صح لو لا واللي نشرته على ضوء. احنا ملتزمين بهذا الشيء. قعدنا اليوم تفاجأنا الصبح كل شوية واحد جاينا مرور ممنوع تبسطون، القرار هسه طلع ممنوع. اقول له اعطيني الامر مالك، يقول ممنوع. ليش ممنوع؟ يابا حظر تجوال ممنوع تبسطون. يابا احنا مو استثنونا وطلعوا بيان. قال لا تعطيني الامر مستثنين. قال المستثنين. قلت له مو طلع بيان؟ قال لا ما طلع. وانا هسه حاليا سديت السنتر وراجع البيت، هل القرار صح او غلط؟ انه انا على شارع محلي. يقول لي لازم بالمنطقه يلا تفتح. هي ادري المنطقه غير تشتري مني. انا بحي القائم بالبدايه سناتر، اول سناتر بالبدايه. يقول لازم اذا وجهك بالمنطقه جوا ما نعزلك، بس اذا على الشارع العام تجاره تعتبر نعزلة. هو غذائية يعني تجارة أو لا مو تجارة الشارع. يعني ما له داعي هذا الحظر وهو تعداد سكاني. لا تقول كورونا، لا تقول طابين حرب. على أي داعي هذا الحظر اللي مسوينه تشدد؟ يعني بصراحة نطلب بتوضيح من اللجنة اللي الأمنية اللي لازم الحظر جهات المعنية نتوضح لنا يا بقرار غلق السنتر صحيح أو غلط. يعني هذا اللي نتمناه، ونتمنى ينشرون التفاصيل. يعني بس غلقوا كافي، القرار يطلعونا يقول لي جاءنا أمر من الضابط.